قبل درست يعني 17/12/2013. يعطيك العافية. هلا شلونك؟ الحمد لله. فيك تحكي لي بس شو سبب هالدمار الكبير صاير هون حواليك؟ والله هون الدار منقصة مهجرة ما فيها حدا، من كتيبة الهندسة بضل يضربوا على الدار حتى ينزلوها. هون الدار أكاش القداية، هون بضل يضربها لحتى ينزلوا الدار. شوفت عينك الرست المحاصرة، وما بدنا إلا الفرج، ما بدنا إلا الله ياخذ بالشر الأسد إن شاء الله قريب. طيب فيك تحكي لي شو الوضع بالرستان، شلون عايشين أنت؟ والله عايشين محاصر الرستان، قدايف دائما بشكل دائم، يعني ضل القصف من المشرفة والهندسي، شوي بتضرب المشرفة شوي الهندسي، وعايشين استنى فرج الله. طيب مجهزين انتو شيء للشتوية؟ والله ما في مصاري، كله غالي، ما في شيء، يعني مازوت حق اللتر 200 ليرة، مين بيشتري؟ مو وين المصاري؟ ما في عالم تشتغل حتى تجيب هذا المواد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شو بتحب تبيع بالشهر الاسد؟ الله ياخذه عنا يا اخي، ما بدنا شيء الا من الله الا ياخذ بالشهر الاسد، كل شيء بيهون. ان شاء الله عن قريب. ان شاء الله يا رب. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. السلام عليكم. مدينة الرستان 17/12/2013، المعاناة الإنسانية بسبب الحصار، خانقة على مدينة الرستان.